هاي المسيرة الحسينية تندلق من رأس الفيشة، يعني من انطلاق. لا أنا مو من رأس الفيشة، لأن أنا خادم، فأنا أتلقى الزوار للبهود للكبايش للعمار، نجيبهم سوق الشيوخ، أنا من سوق الشيوخ، فإحنا نتلقاهم نحجزهم من الصبح، نمشي وياهم من الصباح إلى المغرب، إحنا نمشي وياهم حتى يجي مضيفة من كل الدول، من إيران، من أي دولة، من كل أي دولة إحنا نرحب. ماكو فرق، ماكو فرق، ما عندنا يعني كحيث من يطب للبيت كأنه عراقي، ما نحسسه بأن هو من عندنا وبينا، من عندنا وبينا، وأخونا ما طول على طريق الحسين. يعني انتهت الجنسيات والحدود، ما عندنا جنسيات في طريق الحسين، حتى هسه هنا إحنا أخوة حسينيين، واحد يشيل الثاني، واحد يساعد الثاني، الشاب يساعد أخته المرأة.